تحياتي من فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية من بيروت. أسطورة لن تتكرر أضاءت مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل، وغنت على مسارح العالم أبو الزلف والميجنة والعتابة ويا لبنان دخلت رابك. 85 فيلما سينمائيا، 27 مسرحية، وما يزيد عن 3000 أغنية، وحب لا حدود له من الجمهور. إنها الصبوحة الأسطورة صبوحتنا الشحرورة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا حياتي. أنا كتير سعيدة إني معك اليوم. أنا صبوحة. كمان بتعرف شو بحبك من زمان. نحن عادة كنت تجي لعنا عباريز، هالمرة نحن جينا لعندك عبيروت تنشوف الصبوحة ونعرف أخبارك. لك أهلا وسهلا فيك ونورتي. كيفك صبوحة؟ نيحة، ماشي حالي لهلا يعني بهالعمر الحمد لله. ما عم نشوفك كتير بالإعلام، قلنا عادي ننطرك على راس السنة تطل الصبوحة. كانوا زمان يقولوا لي لا كتير عم تطلعي وهلا فيها الطالعين الجاد فمركزين عليهم. أوقات بطلع هيك من وقت لوقت، يعني شيء يكون بيعجبني، عرفتي كيف؟ مثل اليوم. ايه بس هن ما عادوا يطلبوني كتير كمان، عرفوا اني شوي كبرت و يعني بتعرف الفنان بس يكبر ما كتير بقعد ينطلب. صباح كبرت أو ما كبرت، أنت أسطورتنا ست صباح. أنت صباح، أنت صوت لبنان، صوت العالم العربي، أنت الفنان الأسطورة اللي إلك مدرسة لأجيال وأجيال. شو عم تشعري هالأيام؟ شو شعورك؟ بحب الدنيا، سعيدة، وأنه ما بنطر الموت بخوف. لا بقول أنا خاي شبعت من هالكون اللي شفته، خليني روح غير. فأنا عندي طموح كتير بمخي، يعني سابق عرفت العالم. وهي كل عمرك ست صباح مشهورة بذكائكي. أنا بذكر مرة بإحدى اللقاءات قلتي لي أنا دربت نفسي على السعادة. مضمون على كل شيء. إيه؟ على الصبر، على الطن، يعني طني شو كله هيك، كل شيء بيمرق ما بحكي. صبوحة بنت وادي شحرور، جانو جانيت فغالي. إيه؟ البنت الحلوة الفتنت العالم، يلي كرموك الملوك والرؤساء، غنيتي للعالم، غنيتي للبنان. الحمد لله. هالأوقات هيك بتقعدي بتقولي شو صار؟ بنبسط إن اللي عملته كان مهم كتير. ومثل ما قلت عملت مدرسة للأغنية، وأنا أول وحدة مشيت الأغنية يعني من طريق عن طريق مصر. فأول غنية كانت بلبنان، يا هويدا هويدا لك، كيف ومشيت الأغنية. والمويل مصر ما كانوا يفهموا الموال، وقف فسروا وغني. والجمال والأناقة صبوحة. هذه كانت مدرسة للكل. نعم. صبوحة ألهمتي الفنانين، الشعراء، الكتاب، المصممين، الفنانات بقلدوك، الرجال بقلدوك. إيه لحد هلا. أحبوك الرجال كما أحبوك النساء. صباح مين حبيت؟ أنا قد ما عملت أفلام بعيش قصة حب، بفكر حالي أنا بفيلم عم مثل، ما بحب ما بنغري، بس يخلص المشهد بقول له أورفوار. وبالحياة يعني بنعرف إنه في 8 زيجات أو 9، في يمكن أمير من منطقة الخليج اسمه ايه مش معروف. ايه حبني كتير. ايه زوجتي صباح أهله ما قبلوا، قال يا تترك الحكم يا هي بتبطل الفن. أنا بدي بطل الفن لشو؟ ما بيستاهل ورجال. هلأ مع الزمن في شي رجل بتندمي عليه؟ في جوزيف غريب حدي. إيه؟ الكوافير بيعمل إيه؟ ما في أخلص منه، صار له 18 سنة حدي بمشطني وبدايما بسأل شو بتاكلي شو بدك، يعني بأكتر من ابني حبه كتير. وعندي بنات بنت أختي كمان بيجوا لعندي. إنه ماشي الحال، عرفت كيف؟ شو بتعملي صبوحة بنهاراتك؟ بعرف إنه بتوعي مأخرة. أنا بحب عقليتي يعني يمكن معجبة فيهم. بقعد لوحدي طول النهار، بفتح التلفزيون وغير صوت وبقعد بشغل مخي هيك على الماضي، على الجديد. حلو. على الدنيا. بشو بتفكري؟ ما بفكر إنه أنا يعني إن شاء الله إنه ما يزعلوا أولادي أو شيء إذا رحت، وبفكر حب الجمهور هو أعظم حب. أيه. أكيد بنزعلوا علي شوي أول مدة. طول عمرك يا حياتي. صبوحة غنيتي على مسارح العالم،
غنيتي بنيويورك، بالألبرت هول، ببلجيكا، بكل الدنيا، بالكارنيجي هول، بسال بلايال، بكله، وبالأولمبيا أيضا مع فرقة روميو لحود. التكريم شو عطى صباح؟ التكريم الناس ومحبتهم، بيسعد الفنان، بحس حاله انه عمل شيء بهالدنيا. بس مثلا انا هلا ما بيعني لي، ما بقى عندي يعني. اوسمه، عندي أي. تكريم جوايز، ما في مطرح حطهم. شو رح تعملي فيهم هلا؟ اللي بيبقوا بعدي يصطفلوا. ما فكرتي؟ ما بفكر بعد ما فكرتي بمتحف، بمكان تياب الصبوحة؟ ايه هي اذا الدوله بتعمل لي متحف، هيدي بحب الشغل، مثل سيدة ام كلثوم بمصر عاملين لنا متحف. احلى شيء للفنان هو المتحف، يا ريت. صبوحة بتنتظري شيء بعد من الدولة اللبنانية ومن الدول العربية ومن العالم؟ كل الناس كرمتي. الدول العربية بتحب الفنان وبتحس معه وبتكرمه، بس هون الفنان ما يعني ما له وجود. أنا بقول لازم الفنان ينعمل له مهية من الدولة. نعم. إن شاء الله الشيخ سعد يعمل حرير، يعني بوجوده يبقى الفنان بآخرته مكرم. نعم. إن شاء الله، هاي أمنيتي. صبوحة. لأن أنا بيني وبينك يعني كنت كتير أصرف، وعندي عائلة دولة عريضة وكريمة مع الكل، يعني باعت شقتي لقدر كمل، عرفتي؟ لو أنا بغير دولة ما بيخلوني بيع الشقة. فعلا. أنا هذا السؤال كنت بأسألك. نحن هون عم نصور بمكان إقامتك بفندق بالحزمية، بمنطقة الحزمية، جنب عمارة الست صباح اللي كنا نزورك فيها، بعتيها وذكرياتك تركتيهم معها. أما جبت الذكريات معك؟ لكن أنا بس افتكر إني بعت الشقة بزعل كتير، هاي لهلأ مزعلتني. بس هون بالأوتيل لعمري هلأ أحسن، بحس إني محاوط، عرفت كيف؟ ساعة ما بدي بطلبون وساعة هاي بحس بأمان، مرتاحة. إيه لو كنت واحدة بالشقة كنت بخاف لوحدي. مين عم بتشوفي ست صباح؟ مين أصدقاء اليوم غير الفنان جوزيف غريب؟ يعني في أصدقاء، في أصدقاء كتير مخلصين لإلي، يعني مخلصات لإلي كتير كويسين، بحبهم كتير مثل أهلي وأكتر. يعني عارف الفنان بهالعمر بحب الأصدقاء، وبروح من وقت لوقت بتعشى بمطرح حلو. حلو. وهيك شيء. كل عمرك بتحب الناس، ايه. بتحبي تظهري. أنا بحب الرقي، خلقت هيك. ايه. بس تشوفي بنات على المسرح تنتقدي بتقولي كان لازم تعمل هيك؟ ما بسمعه. ما بتسمعي. بحيد دغري، لأنه قد ما شايفي بحياتي عمالقة. نعم. بشوف إنه بعد بدهم كتير ليقدروا يغنوا، شكلهم حلو. بس المغنى مثل بيقولوا قويل هيك، مثل الجزار. صبوحة، كبار الملحنين أعطوك أجمل الأغنيات مثل ما ذكرتي، يا هويدا هويدا لك، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد فوزي، بتعرفي كل إيه الكبار، فيلمو وهبي، محمد الموجي طبعا. اليوم أي أغنية بتحبيها من أغنيات؟ أنا بحب ساعات ساعات، أوقات بقعد لوحدي مثلا بغني موال، بصير هيك دوزة. سمعينا شقفي من ساعات ساعات صبوحة. يلا. ساعات 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 ساعات، أحب عمري وعشق الحاجات، وساعات ساعات ساعات ساعات، أحب عمري وعشق الحاجات، وساعات ساعات ساعات ساعات، أحب عمري وعشق الحاجات، وساعات ساعات. أحلى صبوحة. ما صار مثل الصبوحة، ما صار ولا رح يصير، ولا رح يصير. منعرف كل شي، طفولتك بوادي شحرور، مصر، الأزواج الخائنين منركز عليهم، حب الفن. الزواج بده موهبة. بده أنا ما عندي هالموهبة. يعني خلص مثلت القصة مع سلامة. حلو. هيك أنا يعني. المسلسل بده شغل كتير. شو الجديد اللي رح يكون فيه اللي ما بنعرفه؟ طبعا في اشياء ما في أولى، يعني في أشخاص موجودين، بس قلت ثلاث رباع قصتي. يعني بفتكر رح بدأ إبهار وبدأ صرف وبدأ مخرج وبعدين وين الشخصية اللي بدك تلاقيها صباح؟ مين بترشحي لهالدور صباح؟ ما في حد. ما في لا هن لاقيين ولا أنا لاقي. شخصيتي غريبة. ايه. مين أكتر إنسان أثر بشخصيتك؟ الوالدة كانت تقلك مين رح يتجوزك، أنت مش حلوة، خبرتيني.
شخصيتي سمية والدتك. ايه والدتي حبيبتي ساعدتني كتير. بس كنت تقلك انه مين بده يتجوزك، مش حلوة انت. طول العمر وانا معهم يا بي يضربني يا اللي من بدي ياخدك يا بشعة ومين مدري شو تيري. صار عندي عقدة يعني تجوزت زودت يعني وتحديت لبنان ما فيها هالشي. والأشقر والأناقة مين استلهمتي من الفنانات بالعالم؟ هل كانت هيدي هي فكرتك ست صباح؟ كنت حب ليلى مراد. ليلى مراد هي كانت مثلي الأعلى وحبيت أعمل فن لكون مثلها. وبس رحت على مصر شافوني لما خفيف ولذيذة، بس هي قال شو قال بنت دي علشان ايه ومدري شو. بعدين لما نجحت عملت لي جاتو وعشا وكتبت اسمي عليه، يعني هي كانت مثلي الأعلى. صبوحة نحن بفرانس 24 ومونتي كارلو الدولية عم بيشوفوكي بفرنسا بالمشرق بالمغرب بالعالم كله. قناة فرنسية ناطقة بالعربية ومونتي كارلو بتعرفي قديش إليك مكانة بباريس. أنا جسوي فيير داتر إنفام دي لبو كجا أبي أتوتو تفهم كمان أتر ألغانت إشيك ني حاجبتك سفاب. صبوحة باريس تشتقي لها؟ شو بتحبي بفرنسا باريس؟ بحبها كتير. ديب لفرانس بتجن أجمل بلد. طول عمرك سبوحة. آخر كلمة شو بتحبي تقولي لنا إياها؟ قول للناس الله يخلي لي محبتكم ومشهوركم، والإيمان أهم شيء. أنا تخطيت كل شيء بالإيمان. وأنا جيت لعندك وجينا لعندك خصوصي من باريس لحتى نشوف سبوحة. بدي أقوم بوسك يا حي وأتمنى لك بدوام الصحة سبوحة حبيبة قلبي قمر. ضلي بصحتك صباح. انت كمان شكرا لك يا حياتي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. من بيروت في هذا اللقاء الاسطوره صباح تحياتي لكم عبر فرانس 24 ومونتي كارلو الدوليه. لكم تحيات جابي الطيف.